هل يجوز لي أن أسكن مع والد زوجي في شقة واحدة مع العلم أن زوجي مسافر؟ أظن أن أخشى أن يولد هذا فتنة، وإن كان جائزا هذا جائز، لأن والد الزوج محرم على التأبيد لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لكن إذا كانت تخشى فتنة أو يخشى فساد فالبعد حينئذ يتعين، والله أعلم.